السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ كل شيء مزيان، الامور هانيه، الصحه لاباس. نتمنى ان شاء الله كلكم تكونوا بخير وعلى خير، واموركم كلها 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 مزيانه. غادي تشوفوني البنات يعني مسالين عشان شحال بكيت. اسمحوا لي بعد على هاد الفيديوهات هاد الايامات، واخا انا عارفين في الفيديوهات ديالي ديما الحيويه والنشاط، واخا تنكون عشنو عندي، تنبغي نضحك، تنبغي نشاط، تنبغي نفوج، تنبغي نخلق لكم جو زوين، لانه عارفه كل واحد الله يحسن العوان ديالو المشاكل ديالو. وانا نبغيكم تعذروني دابا، لانه المتنفس ديالي هو القناه، يعني باش كنفجج على نفسي راه نلقى راسي نبقى زعما جالسه راسي راه نحماق، لانني انا من الطبع ديالي انسانه اش نقول لكم انعزاليه شويه. ما كنتش بحال هكا شحال هادي، ولكن مؤخرا وليت انسانه انعزاليه، يعني وليت نلقى راحتي انني منعزله. المحيط ديالي هنا في بريطانيا عندي صحابي، عندي ناس كنعرفهم، داكشي كتبقى علاقتي بهم زوينه، كنفوجوا على بعضياتنا وهذا، ولكن ما كنبغيش ندخل في واحد المتاهه، يعني بنادم يعاود لي اسراره ولا انا نعاود ليه شي حاجه ديالتي، فقط هنا تنعاود داكشي اللي غادي يمكن ليا نعاودو، وفي نفس الوقت عارفه راسي اش تنقول، واعيه بداكشي اللي تنقول فيه. اما منين تتكوني بحال هكا يعني ما بقاش عندي الخاطر باش نبقى، حيت بعد مرات تبقى وقعت خلويد، هذه قالت الاخر قال، داك سميتو قال قول، وكيولي الهضره كتراكم وحده فوق وحده، داكشي ما بقاش عندي ليه الخاطر صراحه. غادي تفهموني البنات، ف لاقيه راحتي بحال هكا الحمد لله. وعندي عشان صحاباتي في المغرب كما كتعرفوا، ديما كنقول لكم عندي صحابي في عندي صحاباتي في المغرب، حتى هما كنهضر معاهم يعني بشكل يومي، وداكشي في التليفون كنهضر معاهم بشكل مستمر في التليفون وهذا، والحمد لله على كل حال. اش بغيت نقول لكم البنات؟ المهم شوفوا عيني طيبين، غنقول لي مالي كلشي، شوف العنوان فعلا ان لله وانا اليه راجعون. اش نقول لكم البنات؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، والله يعطينا الصبر باش ندوز هاد الايامات على خير، لانني كندوز من واحد المرحله اش نقول لكم حساسه بزاف. اش نقول لكم؟ كنا جالسين يعني باخر، اليوم داز النهار باخر، واخا ماشي باخر صراحة، يعني كنحاولوا نرجعوا راسنا باخر، يعني على جال الدراري، عندنا وليدات، عندنا هكا كل واحد والهم ديالو اليومي، خصك ديري للدراري، خصك توجدي لهم يعني باش تكون عندك الطاقة، وباش قاضية انا على هادشي صراحة. الرياضة نفعتني بزاف، كنهرس بها داكشي، واخا كان الصباح كيجيني داك عرفتو داك الفشل، تنقول ما قاداش لانني عندي مستريسيا، كنمشي الرياضه تتنزل لي داك ستريس، يعني كان بحال تقولوا كيجي ستريس كنقضي عليه عاوتاني الغد اللي كيبدا نفس الشيء فيلم جديد تنمشي نقضي عليه عاوتاني بداك الرياضه. فهذه حاجه اللي خلاتني ريلاكس، يعني كنت ريلاكس وداك الشيء واحد شويه، انه واخا الرياضه وداك الشيء حاليا عقلي ميزاج ديالي ما مرتاحش 100%. فندخل لكم في صلب الموضوع. قلت لكم كنا باخر وعلى خير، الصباح فطرنا وداك الشيء، حتى كنتفاجئوا بواحد المكالمه. علاش دابا بكيت؟ دابا نقول لكم علاش سلخان، ونقول لكم علاش عيني دايرين بحال هكا، نتوما شوفوا علاش عيني دايرين بحال هكا وعلاش بكيت. لكم البنات كنا يعني صافي كما شفتوا، يعني انا ما كنبارطاجيش لكم فيديو نهار بنهارو، يعني احداث بحال تقولوا كطرا يومين انا كنبارطاجي لكم بعدا، قلت لي بحكم انه الشو اللي كنتعطل عليكم بسبب الظروف وداكشي، حتى الخاطر باش غديري المونتاج لان خصك تركزي. على خير كنا كنفطروا في الصباح جالسين كنتذاكروا داكشي، باش يلاه حيتاش يلاه بحال تقولوا البارح دوينا مع اختو عاوتاني باش حلينا الموضوع، لانه بنات بزاف قالوا لي شنو زعما علاش وقع هادشي كامل، علاش زعما يعني التداخلات وصلت حتى لهاد الدرجه. البنات هما فحال هكايا، يعني ما كاين حتى شي، حنا ما درنا حتى شي حاجه باش نقول لكم باش تفهموني، حيت كي قالت لي زعما علاش هادشي كامل، زعما بحال ما عرفتش مديري، ما درنا والو باش تعرفوا، ما درنا حتى شي حاجه وما درنا حتى شي حاجه وما كاين حتى شي حاجه، يعني فقط من جهتنا حنا ما كاين والو، ولكن هما خالقين هادشي كامل، حنايا صفينا قلوبنا درنا بحال بغينا نديرو عرفتوا ديك الصفحه بيضاء، ولكن كل واحد وشنو هاز في قلبه والله اللي عالم به. فقلت لكم من بعد تخيلوا معايا بغينا باش نمشيو، وانا البنات باش نقول لكم كاين بنات قالوا لي خليه يمشي، انا البنات ما عطاتنيش خاطري تجي من عندي انايا، كنتسنى حتى تجي من عندهم، وانا غتسمعوا اليوم شنو النتيجه اللي وصلنا لها، صافي القرار النهائي النتيجه اللي وصلنا لها. هو قال لي انايا ما غاداش، قال لي ما نقدرش نمشي بلا بيك، وانا ديجا قلتها لكم علاش، لانه حاجه زوينه انه تيحس براسو راه معاه فامي ديالو، معاه مراتو، معاه ولادو، يعني علاش واحد الزواج علاش كاين، بحال انا كما كنبغيتها انا حاسه بهذا الاحساس، كنبغي نمشي للمغرب كنبغي يمشي معايا،
واخا هو باغي، ولكن حتى انا ما نديتي راسي عزيز عليا يمشي معايا. كنحس براسي ان فامي ديالي جايه معاه داكشي، وكتستانسي وكتحسي بواحد الجو زوين وداكشي. حتى ملي ترجعي هنا تيبقى عندك ذكريات زوينه، تقولي مشي هنا ودرنا هادي ودرنا هادي. فهو كذلك يعني مجو ماشي هو راسو سيليباتير باش غيمشي لراسو، ديك حاجه اخرى. كل واحد مزوج تيبغي يدي معاه الفامي ديالو. فعلا قلت لكم، قال لي شحال مره، قال لي لا جبتي من فمك انا ما غنمشيش، انا ما غاديش. ولكن دابا ملي نوصل لهذا الحد هذا ولينا كنشوفوا عده قرارات تخرج شحال من مره. هذا اللي غتجلسوا عند هنايا البنات قال لك مرحبا بكم كلهم صراحه. كاينين شي خوت قال لك واخا جي زعما مرحبا بك، ولكن بالنسبه لي انا كنحس غير مرحب بيا بصراحه. ولكن البنات صراحه ما قصروش، يلا هدوا معنا البارح جيو انت واش حمقى واش انت هادي واش هادي جيو هادي وهادي. فعلا البنات قلت لكم خليت فارين مع بختيار باش نهضر معكم. قلت ليه باش نعاود للبنات باش عاوتاني يعرفوا شنو كاين، وغادي تعرفوا علاش قلت لكم ان ليلى وان الي راجعون. انا جايكم الهضره. قلت لكم البنات صافي، من بعد صافي تعرف عرفنا انه جات واحد خشو كلير قالت لي عود على راسك ووجد راسك، راك موجد راسك، خصك توجد راسك، خصكم تقابحوا. شوفوا دابا انا علاش نتقابح، انا اصلا ما كنعرفش انا شي حاجه اللي غنتقابح عليها. قال لها واش انا جاي باش نشوف الوالد ولا غنبداو نتقابحوا؟ انا ما بغيتش نشوفهم، بغيت نشوف غير الوالد ديالي اللي ما عندي فيهم مشاكل، ما بغيتش نشوف الفيزاج ديالهم، بغيت غير نشوف الوالد ديالي ونزيد في حالي. وانا بالنسبه ليا البنات انا راه ما عنديش مشكل، لانني اصلا ما كندويش، انا من النوع الصامت ما كنجبدش الناس وما فيهش ديك القضيه نتلاح على سميتو ولا نضارب ولا الا لبنادم قاسني هذيك حاجه اخرى. اما بنادم ما يدوي وداكشي وانا ما فاهمش كما كيقولوا الناس وكما قلتوا نتوما عين ميكا. ولكن انت غادي تمشي لواحد البلاصه اللي ما كتعرفيش اللغه ديالتها، بلوس انه الام ما كايناش، هذيك هي اللي كانت شي حاجه كتسيبورتيني اللي هي امو. غتكوني عارفه راسك كاين واحد الامان فين غادي دير راسك، لانه قلت لكم مودري ويشا. ودابا اللي غادي سيبورتي الثاني مريض على الفراش، وصل دابا للفراش، غادي تعرفوا شنو اللي واقع. صافي قلت لكم منين وصلنا لهاد الحاله هذه، قال لي انا غنبقى كما تيقولوا محاربه للدقيقه 90 تنعرف شنو اللي كاين. خصك تمشي معايا ضروري، ما يمكنش ليا نمشي بلا بك، خصك تمشي تمشي. قلت له شوف غير وصل واحد الحد غنديرو صافي، غتهز يدك وغتلوحدك الشيء اللي عندك، غتهز يدك، خاصك تمشي انت راسك. لانه الا بقينا بحال كنسير هذه فقرق هذه ونوض لك انت البلباله وغتمشي ما تبقاش مركز مع داك الشيء اللي انت غادي على قبله. قلت لي انا من جهتي ما كاينش المشكل، انا ماشي قلت لك ما بغيتش نمشي، ولكن انايا غادا معاك بخاطرك، يعني شنو نوصل معاك لابعد الحدود. فملي غيبان لينا داك الشيء صافي تستوكينا راه صافي هذا الله، انه عرفتي داروا حاله ونقابه على قبل الكلمه ديال الاوتيل. شنو هذه علاش ما بغاتكش تجي عند داركم؟ وشوفوا دابا هضره اخرى، واش نتوما ما استقبلتونيش وبغيتيني انا نقول لكم الدار؟ ما يمكنش اي الناس راه كيمشيو بحال هكا سميتو بالحاجه اللي كيرتاحوا فيها، راه الناس عندهم والديهم باش يمشيو للاوتيل. كاين حنا في هذه الحاله كا اكسبسيونيل، ما يمكنش لك تبقاي تعطي في الاعذار بزاف، تتفني راسك تلقاي راسك كتوقف واقفه في واحد واصله لواحد النقطه اللي ما عندهاش الحدود ديالها. فقلت لكم كان داكشي باقي مستوكي، يعني بحال تقولوا بحال هكايا. تتصدمنا هاد الصباح هذا، كنا جالسين كنفطروا باقا عاقل على هاد الدغمه، يلاه خشيت الدغمه في فمي عرفتي، وحلات ليا بنيت سمعت هاد الهضره يلاه كندغفها وحلات ليا عرفتي تشوكيت. تخيلوا معايا باه كان ماشي بخير القلب، قلت لكم الطونسيون تزاد عليه الحاله الايامات. السيد ناض قالوا ليه ما تنوضش حدك الجامع، والجامع ما بقاش كيمشي ليه بزاف، يعني مرات بعد مرات في الدار بعد مرات هذه، لانه بعد مرات تجي هذيك الحاله كيحس براسو مهدود لدرجه الايدين بداو تيترعدوا. راه قلتها لكم داك المره كتجي داك الحاله مجهده صافي كيخصو يجلس في الدار. فناض قالوا لي بلا ما تنوض دابا راه كاين حاجه حاليا عندهم الثلج وداك الشيء والارض باقا دايره وداك الشيء، قالوا ليه بلا ما تنوض خليك بغيتي شي حاجه قولها لينا. داك اللقطه فاش غادي ينوض ولا كيقولوا لي نعاونك باش تخرج، لانه كاين باب يعني الجريده ملي كتخرج كاين الجريده ديال الدار وكتم خارج داك الجريده في هذاك بحال تقولوا الصيمه ما عرفتش كيفاش يقولوا لها داك الملسه شويه. السيد خارج بحال هكا هو يزلق جداه وعشي ويجي على راسو، جا على راسو وراجل كبير عرفتي مسكين شنو طرا ليه البنات، تهرس من الباصين ديالو داك الباصه فيه واحد العظم واحد العظم اللي تيشد داك العظم ديال الفخذ،
تشخشخ هذاك زائد داك العظم الاخر تشخشخ ما بقى فيه ما يتجمع، فزادوا واحد المهم داروا لي واحد الحديده باش شدات من داك العظم الكماله ديالو، داروا لي واحد الحديده يعني واحد دار لوبيراسيون، مشى للعسل في الكلينيك، دابا راه حاليا كاين في الكلينيك وما قالوا لينا والو، ما عرفتش واش كيديروا هكا باش يبينوه هو خايب، ما عرفتش علاش يديروا هكا بالضبط. حتى عيطت اختو وقالت ليه راه شنو طرا شنو طرا شنو طرا في الصباح، حتى قالت لي واش دويتي معاه سميتو هضروا معنا بحال جوج خواتاتو البارح. حتى داز الغد لي بغيت عيط لينا اختو اللي صغيره، قلت لكم مفاهمه معاه مزيان، قالت ليها شنو كاين وشنو كاين، قالت لي انا راه بغيت نقولها لك باش تكون على بال باش تعرف شنو كاين، خصك تعرف حيتاش ما عرفتكش انت امتى غادي تجي ولا باغي مازال باقي باغي تجي ولا شنو البلان ديالك. ربك شنو طرا لي وشنو طرا لي البارح، ماشي البارح والبارح هادشي طرا والبارح هادشي طرا، ودابا راه باقي في الكلينيك. قالت لي تهرس وشنو طرا لي وشنو طرا لي، وصيفطات لي التصاور ديال السكان ديال هذا الفحوصات والتهريسه كيفاش دايره وداكشي. عرفتي البنات تصدمنا، بقينا غير كنشوفو كيشوف فيا وكنشوف فيه شحال ديال البكا بكينه وداكشي، وصورت ليه فيديو قالت لي راه صورت لك فيديو باش تشوفو داكشي، كملات الباهيه صافي. من بعد قلت لكم البنات هادشي راه هادشي لاصقنا ليه خبر غير هاد الصباح هذا صافي. عاد باش من بعد بقينا بحال هكا بدينا كنتباكاو نتعانقو نتباكاو، قلت لي شوف غنجلسو اليوم فاش جي غنجلسو الهضره اللي غادي نقولها لك ديال الحسم دور في نفس الدوامه. انا بقى فيا صراحه وليت مرضت انايا والله الا مرضت لدرجه قوه المرض والتفكير. شوفوا انا واخا بكيت هاد العينات بالكم حمراء يعني نورمال خصها تكون بحالها، شوفوا هنايا بالطونسيون شوفوا العين ديالي كيفاش ولات، حيت انا عندي الطونسيون بحال تقولوا ما عنديش ما مريضاش بالطونسيون، ولكن ملي كيكثر عليا المشاكل وكنبقى نخمم بزاف خصوصا ملي كنكتم في خاطري تيوقع ليا شي حاجه في عيني، حيت عندي مشكل في العينين الطونسيون عندي على سبه، عندي مشكل ديال العينين وديال الرعاف الا تعصبت كيخرجوا ليا هاد الجوج. فصافي البنات قلت لكم من بعد بدينا تنتباكاو داكشي، عيط لخشو قال لها كلمي ليا الاخر يجاوبني حيت ما كيجاوبنيش. عاد باش دويت معاه كان حداه قال لي راه نسيت التليفون وما عرفتش نسيت ولا هذا، قال لي دابا غادي نصيفط لك واحد البركه. فعلا داكشي اللي درنا صيفط واحد الامانه يعني مبلغ ديال داكشي كامل، قال لي شحال داكشي ديال الكلينيك وهذا، قال لي حتى حد ما يخلص انا اللي غادي نخلص. فعلا خلص دوك المصاريف كامله قبل صيفطهم. الاخر قال لي لا وما صيفطش لا وحنا قادين به وحنا هادي هادي، قال لي لا هذا واجب انا بغيت ندير بحال هكايا، قال لي على الاقل نحس براسي بردت على بال ما نمشيو انني جمره في قلبي. قلت لي واجب هادشي ديال الوالدين، واجب والدين راه ما كاينش اللي غادي يعوضهم فعلا، تكلف بداكشي ديال لاكلينيك ديال العلاج وداكشي كامل، صيفط الفلوس ديالهم. عاد باش حتى انا عطيت واحد المبلغ اللي كنت صراحه مخبياه ناويه ندير به شي حاجه لماما، فكيقول لك في المقربين اولا بلوس دو سا يعني واخا عنده داكشي، ولا قلت لكم ساكن مع ولدو علاش لانه كبر في اللاج والدار ديالو كارينها، دير لي غير الحاجه اللي تحسك انك مرتاح ديرها. فعلا صيفطت لك الامانه ديال لاكلينيك وزدت معاها الامانه ديالي، قلت لكم واحد الامانه وواحد المبلغ تبارك الله اللي محترم اللي صيفطو. قلت لي دابا نخدمو بالعقل، قلت لي سير خدمتك دابا لانه تعطل بقي من هنايا يهضر في التليفونات تعيط كيعيط لهذا يعيط لهذا يسول ومن بعد لام خواتاتو قال لهم علاش ما قلتوش لي البارح بدا تيغوت، قال لهم هادشي راه حشومه اللي تديرو فيه واش ما قايليناش ليا، قالت لا راه هو قال لنا ما تقولوهاش وحنا ما بغيناش نعيقوا لك وانت كتعيط علينا كتعيط بغيتي تعرف شنو غادي دير وحنا واش ما نجاوبوكش، هذاك لا ما جاوبناكش عاوتاني مشكله اخرى تنوت قلت حنا ما بغيناكش شتي على قضيه ترونات. فعلا فاش جا دابا جلسنا على طابل، قلت لي دابا درتي كلشي اللي عليك ياك حسيتي براسك بخير كلشي هو هذاك يعني شنو اللي بغيتي دير نتايا. قال لي لا غادي نمشيو انا وياك وهذه، ولكن الاوتيل غادي تنسيه وداكشي ديال سميتو غتنسيه يعني عند داك خويا هذا هو الحل الوحيد. قلت لي شوف انا غنقول لك ما غاديش يمكن وانت ماشي في الصالح ديالك اننا غنمشيو نبداو نتجادلو قدام باك مسكين مريض كنا في القلب والطونسيو دابا ولينا في التهراس مسكين واصله ليه العظم كيبكي وكيغوت داك الالم وداك الضروره لانه البنج شطار دابا ولا كيحس بداك الالم. قلت لي شوف سير الله يسهل عليك انا راضيه عليك دنيا واخره سير، انا عليا غدا نفاجئك واحد الحاجه غدا اللي غدا نزيد نبين لك انني فرحانه لهذا المشي ديالك وتنتوما غنبارطاجيها معكم غدا، اللي انا دابا جالسه تنفكر شنو غدا ندير باش نحس براسي انني درت لي واحد الحاجه اللي تفرحه ويمشي وهو ناشط على الاقل، واخا انا ما عليا والو ولكن غير الكوفري وعلى داكشي باش يمشي وهو راسو مرفوع وفرحان ويحس براسو بخير.
واخا هادشي ماشي ديال هاد المشي هذا، يعني ماشي وقت مناسب ديالو، ولكن غنديرو. المهم البنات بقينا مني منك مني منك، لا خصهم يتقبلوك وانت ما عرفتي انت هادي وانت داك. تيشوف الله يجازيك بخير، حنا ماشي وقت الهضره هادي دابا، باقي ليا من الله طويله. ديك الساعه ما عرفناش الدنيا شنو مخبي، باقي ليا من الله طويله. ولكن هاد الكا هادي كما قلت لكم كا اكسيبسيونيل، ما كاينش في حاله، يعني وصلنا لو طوب الدنيا والممات. هذا تقدر توقع اي حاجه، خصوصا عاتيه التهراس. صافي انا راه بلوكاني، انا راه هزه الهم كثر. علاش البنات؟ خايفه توقع شي حاجه، لانه كنشوف غير ماما كانت واقفه، كانت شو واقفه، كانت تدور معايا تتفرق معايا الكفاف ديال الخير اللي عقلتو، كانت هي والو بغيت نمشي معاك. ما بين الليل ما بين ليله وضحاها يومين شدت الفراش، يعني ما بقاتش هي هذيك الذاكره، بدات تمشي بزاف الحوايج تبدلوا، ورغم ان هي صغيره ماشي زعما اجي، يعني يلا عندها 59 ديك الساعه، يلا كانت قريب تطلع في 60 59 عام، يعني باقا صغيره. الصغر ماشي يعني ماشي هادشي علاش تصدمت، وليت كنشوف راسي انه اي واحد يقدر يكون بخير ويقدر يمشي عند الله. داكشي علاش خدينا قرار، قلت ليه دابا غادي تقطع باش ما نبقاو لا هادي ما تشاور لا فين غنجي ولا ما نجي، باش تمرقهم وتخلي عليهم هاد اللومه. راه منين تمشي تما غيحشموا، لانه غيشوفوك جيتي بلا بيا. قال لي خلي ليا ندي معايا اري. قلت ليه شوف دابا انت غادي عند باك، واش بدا جار معاك الدري؟ راه ماشي وقيته. اه العار ماشي وقيته، انا راه نخلي لك الدري بجوج قد بهم، ولكن ماشي وقيته. سير هاد المره، المره الجايه ويحن الله، سير هاد المره والمره الجايه يحن الله. بقيت كندخلها لي راسو، دابا هو ما تسرطاش لي بحال طيح زعما كواري، علاش انا ما غاداش؟ قلت لي انا مسامحك دنيا واخره، غير سير صافي القضيه وصلت لو طوب. فعلا جلسنا يلا دابا سالينا، وهبط نقول لكم دايركم بحال لا فامي ديالي، تنقول لكم كلشي باش تعرفوا شنو كاين، ما كنخبي عليكم والو، والحمد لله ما عنديش علاش نخبي، يعني شي حاجه اللي تايقه في راسي وعارفه راسي اش تنسو، وبغيت حتى نتوما تعرفوا، يعني حتى البنات ياخذوا تجارب وتعرفوا اللي كاين. كاين يلا مزوجه، كاين يلا اول مره غادا كتعرف هاد الحياه شنو فيها، يعني كنتقاسموا معكم التجارب ديالنا، كنعاود لكم حياتنا بواحد الطريقه، كنعاود لكم حياتنا باش تعرفوا الدنيا شنو فيها، شنو هما الحوايج اللي تيوقعوا فيها. فاش كاين دعوا معاه الله يعطيكم السر، دعي معاه والله يعطيكم السر. عرفتي شحال بكيت شحال بكيت 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 هذاك الالم قبيله تنشوف داك الفيديو، عرفتي شحال اثر فيا، كيغوت ربي اللي خلقو بحال شي دريري صغيور. ايوا صافي عاد باش البنات قلت لكم دابا جلسنا، قلت لكم جلسنا، قلت ليه دابا قبل ما غناكلو هاد العشاء ما غاداش ناكلو حتى تقطع، دابا غتقطع باش ما يبقاش يخرجوا الافلام. قلت ليه وكاين غتوعدني غتشد الطريق وما تبقاش تهضر بزاف. قال لي ويلي انا باقي غندوي. قطعنا تيكي ديال الطياره، ليه انا ما لقيت هذا انه شي سيغراف، كذب عليكم ما كنتش انا ما كنتش متوقعه الناس دايره في خاطرهم عليا حتى للدرجه. سيغراف بنادم باغي يتقابح، بنادم باغي يحل المشاكل، بنادم باغي تما واختي انا ما عندي صحه باش نضرب، راه الحميه تتغلب السبع، زيد عليها عندي وليدات صغار انا نشوف بالتربيه ديالك بديت راه بنتي باقا تربيه، نتلاجو نضرب بنتي راه ما نقدرش. نصدق انا وياه طارين شي حاجه نفاريها مع حشان نوصل لواحد لو طوب، صافي راه غيبان ليا راسي غنقول ليه انت علاش ما دافعش شي لا شهاده، هو غيكون محطوط في واحد السيتوياسيون خايبه. اللهم بلا ما نحطو راسنا في هاد الكره، تخر النور والرحيم الله. وانتوما غتقول لي عندك الحق، شوفوا سبحان الله العظيم شفت الكومونتيرات ديالكم، انني البارح حتى ما لايك ما درتها لكم، كنت مشغوله مع هادشي هادشي اللي 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 واقع. فسمحوا لي بزاف البنات، سمحوا لي بزاف، انا كنطلب منكم سمحي لي ما قريتش الكومونتيرات ديالكم كامل، جلست بديت نشوف الكومونتيرات نقول شوف سبحان الله الدريجه اش قالك بلا ما تمشي بلا ما تمشي. صدقنا وصلنا، لان ما كنت محيده من دماغي انني ما نمشي، محيده من دماغي ديك الفكره ديال انني ما نمشيش، تنقول نبقى حتى لاقصى درجه، يعني حتى ما عرفتش فين توصل لدرجة قلت نجلس عند خشو هادي وهادي. فهادشي اللي كاين البنات، يعني البنات اللي تيقول لك علاش كيتشاور مع علاش البنات، راه محطوط هو في واحد الكخيبه، راه باه جالس عند خو، يعني بزمنو خصو يمشي، وهذا اللي جالس عنده بحال تقولوا حتى هو كان داخل في المعمعه شويه واحد البورسونطاج شويه ماشي بزاف، يعني هذا فعل بحال تقولوا نقدر نشربو شربات الماء ماشي بحال الاخرين، داك الاخرين هذاك الشيء راه باقي واصل لواحد النقطه ديال الطوب. فهادشي اللي كاين، قطع تيكي ديال الطياره، قلت ليه سير الله يسهل عليك، خلي كنتي تقد بهم راه ما يقدش بي انا ولدي، يعني فيه طلبات بزاف كيبغي يقول لك عطيني هادي عطيني هادي دير لي هادي دير لي هادي، كنتي غتبقى ندهيها معاه هو، سير ديها بك عنق بك وشبع منه، سير زور امك وسير دير داك الشيء كاع اللي غادي يريحك، سير ديرو سير عنق بك وتخشى فيه وشبع حنان باش يلاه تحس براسك برد لك داك الشيء ديالك. كاين شي واحد اختي يدير شحال اكثر من هكا، كاين شي حاجه اكثر من هادشي هذا؟ لا
بغينا غير نفرحوا هاد السيد كما ديما كنشوفوا منه الخير، بغينا نديروا ليه شي حاجه اللي تخليه نشيط فرحان سعيد. قال لي عنده الزهر ما طاحش على السنسول شلل سير بلاص، انه عظامو على صبا جاب طاح على الجنب بحال تقولوا زلق جنب. شوفوا ربي والمكتب. ايوا هادشي اللي كاين البنات، نتمنوا خير ان شاء الله، وقولوا لي شنو الراي ديالكم في هادشي اللي خديت القرار اللي خديتو. صافي راه قطع وما بقى ليه والو، غيمشي. قلت لي اقرب طياره كاينه سير اخويا الله يسهل عليك، اقرب طياره دابا تقطع لنا وقاصه حداك هنايا تتقطع اقرب طياره. فعلا قطع طياره، قطعت شيكي وغادي نتقاسم معكم كلشي. الفيديو ديال غدا ان شاء الله انا خارجه غدا ان شاء الله نقضي واحد الاغراض اللي بزاف، اللي الصراحه كاين اللي فيكم تقول لي حمقى هبيله، وكاين اللي غتقول لي تبارك الله عليك. انا المهم خلي مشى غدا ما غاداش نكثر لكم الهضره بزاف، غدا ان شاء الله غادي تشوفوا شنو غادي ندير. واي حاجه تفكروها ديرها بين عينيكم، دير الخير تلقاه، واخا غير قد هكا، واخا يكون ما عندكش قد هكا قد هكا كديري الخير، ولا كتوسطي في حاجه الخير. انا دابا دار كنحس بواحد السعاده في قلبي من الداخليه انني صافي قطع البيه وغادي يمشي. كنت نحس بواحد العذاب لانني تنشوفو السيد ما مرتاحش في الخاطر ديالو، باغي يمشي يشوف باه وماشي منه هو وما حابسينو. راه صافي هنا مرضت معاه، والله الا مرضت. شوفوا درجه هانتوما، شوفوا عينيا كي ولات ليا، مرضت في صحتي. ايوا هادشي اللي كاين، هادشي اللي كاين البنات. دعواتكم لباه الله يعطيكم الستر ويخلي لكم والديكم. انا حلفتكم بالله الله يخلي لكم والديكم، دعوا مع باه الله يخلي لكم والديكم، والله يخلي لكم كل واحد عزيز عليكم. واللي مشاو ليه والديه الله يرحمهم، واللي باقي عنده الله يخليهم ليه. ماشي فين ما كنا قبيله قلت ليه شو سبحان الله العظيم، كنتفكر لا انا لا انت نفس الكا ديالنا، نفس الحاله حنا واقعين فيها. فاش كنكونوا غاديين كنتفكروا راسنا انه كنا كنتسناو مواتنا كيتسناونا، دابا ولينا حنا كنمشيو عندهم هما كيتسناونا. هاد الدمع اللي نزلوا ليا كنتفكر الوالدين، زعما راه والله الا شوفوا البنات نبقى نوصيكم ديما اللي عنده والديه يتهلا فيهم، اقسم لكم يمينا وما غتحسوا بهادشي. ما يعني واحد هذه الدنيا يعني واحد النهار غيقدر يجرب هادشي، ما عرفناش شكون السابق وشكون اللاحق. تهلاو في والديكم الله يعطيكم الستر. انا اي واحد تيبغي يعاون والديه ولا كيبغي يتهلا فيهم كنبغي نعاونو واخا غير النصيحه. تهلاو في والديكم البنات، راه ما كاينش بحالهم في الدنيا، راه الوالدين شي حاجه اللي عظيمه في الدنيا. قد ما قديتو ديري فوق طاقتك وتهلاي فيهم. راه كاين اللي كيقول لك صحاب لي غير الفلوس، التهلاو راه فيه بزاف. كاين اللي عنده صحته ما كيعاونش والديه، كتقيمها مثلا عيانه مريضه ما كتعاونش معاها كتهملها، كتقيمها مسوقاش ليها شي راه كلمه طيبه تشد امك تمشطي لها شعرها. الرضا راه ماشي غير بالفلوس، الرضا راه بالتعامل. نمشط لماما شعرها نقول لها كلام زوين، نقدر نخرج غير نجيب شي حاجه، نجيب لها معايا الشوكولاط شي حاجه هكا واخا ماشي في استطاعتي، غير بشي حوايج زوينين بساطين. الام والاب ماشي غير الام، الام والاب جوج تهلاو فيهم، تهلاو فيهم والله راه الكنز والنعمه هما اللي كيضواو لك حياتك. النهار اللي تيمشيو تتبدا تبان لك حياتك ظلام، اقسم لكم بالله راه شي واخا السعاده وكتبان لكم بنادم ناش ضحك، قسما بالله لا غير كنرفهو على نفسنا. اما راه والله الاحساس ديالي الايام شحال هادي مع دابا تغير بزاف د الحوايج، يعني ما بقيتش انا داخليا مابقاش عندي ديك الفرحه والسعاده كما كانت عندي شحال هادي، واخا غادي من قضاء الله والقدر ديالو ولكن مابقاش كما كان. المهم البنات اسمحوا لي على الدموع والقلب، وبغيت نقول لكم البنات قلت لكم كنا حنا كنتسناوهم، ما كملتش لكم قلت لكم حنا كنا كانوا هما كيتسناونا، كيتسناونا في الباب يعني ديال ديورهم، ولاو دابا كيتسناونا في قبوراتهم باش نجيو نزوروهم. فالحمد لله الحمد لله على كل حال. قلت لي نفس الحاله ديالك بلا بدينا تنتباكاو وتعانقنا، بدينا تنتباكاو نطيحوا الدم على بعضياتنا. قلت لي واش غنديروا نواسيو على بعضياتنا؟ قلت لها اش غدير عتبرني انا امك وتعتبر راسك؟ قلت لي انا ديرني بحال امك، فيا امك وفيا خوك وفيا امك وفيا جدك وفيا كلشي، غير باش نواسيو على بعضياتنا وصافي. ايوا هادشي اللي كاين البنات، دعواتكم الله يعطيكم الصرا. نبقى نقول لكم دعوا مع با عرفتي واحد الحاله دابا ناري، الله يدوز هادشي بخير وعلى خير ويوصل بسلام عند باه ان شاء الله. بوسه لكم كاملين، شكرا لكم بنات، السلام عليكم.